هذه العائلة تقوم بصناعة فرن من الطين لإعداد الطعام في غزة، في محاولة منها لإيجاد حل لأزمة انقطاع الكهرباء بسبب الحرب المستمرة منذ 45 يوما. ما فيش لا غاز ولا مية ولا كهرباء ولا طحين ولا أي حاجة، والحمد لله على كل شيء. حال هذه العائلة كحال جميع سكان غزة، عادوا إلى الطرق البدائية للتأقلم مع معاناة الحياة اليومية التي خلفتها الحرب ونفاذ الوقود وانقطاع الكهرباء. التنقل واحدة من هذه الأزمات، غزيون اضطروا لنقل ذويهم المصابين على الدواب والعربات للوصول إلى المستشفى أو حتى لنقل الجثامين إلى المدافن. أما هنا فغزيون لجأوا إلى مياه البحر للاستحمام وغسل ثيابهم أو حتى شربها بعد انقطاع المياه عن القطاع والطوابير التي تستغرق ساعات للحصول على مياه صالحة للشرب، فيما اضطر أطباء لاستخدام كشافات لإجراء عمليات دقيقة لمرضاهم بعد انقطاع الكهرباء عن عشرات المستشفيات.